اتشرف فيك سيدي. انا الشرف. شو اسمك انت؟ الياس. على لساني؟ ايش والله اعرف اعرفكم، حراقيين. حبيبي انت. بارك امورك. ايش قد صار لك هنا؟ والله صار 6 سنين. 6 سنين؟ 6 سنين. قد عمرك؟ تقريبا 27. 27. عندك احد راحوا بالضحايا بالعمليات؟ لا الحمد لله حد ما معه، بس جمعية يزن كلها يعني عراقيين كلها اهلي. كلها راح عراقيين كلها اهلي. اذا رتبنا الوضع بسنجاب ترجع؟ اي والله اريد. ايش تحتاج ترجع؟ نحتاج الامن، بس الامن والامان والخدمات. تتعرف سنجاب كلها منكوبه. صحيح. امنيا وخدميا منكوبه، كلها منكوبه. بس نريد منك ترجع لنا يعني. ترجع لكم؟ اي. الوزيرة موجودة. أكيد. الباحثات هناك موجودة. في سنجاب. أخذنا قرار. إيه. راح نعيش شباب مثلك في الشرطة المحلية والجيش العراقي يحمي المنطقة من اعتداءات من جماعات غير منضبطة على سنجاب. أنتم بس كنوا صبورين واشتغلوا على الذكر، متعبين أنتم هنا بالمخيمات. تحملوا في سنجاب، شوية تحملوا حتى نبني واقع جديد في سنجاب. قاسم جيب يدك، وعد كرامتكم الا رجعها طريقكم.